احنا معانا فيديو دلوقتي يا احمد لل ده الفيديو الفيديو الازرق دي الدوالي بتظهر في جسمك دي الدوالي ده كده شكل. طب ما تعرفنا كده اديني البرزنتيشن الصغننه كده اكيد طبعا ليه بتحصل اصلا اقول لحضرتك هي بتيجي ازاي اصلا القلب بيضخ الدم لجميع الجسم صح الدم ده وهو راجع تاني القلب يعدي حاجه اسمها فين الوريد الوريد ده بيبقى مزوق بحاجه اسمها الصمامات الصمامات دي بتتفتح وتتقفل بالشكل ده بس اعلي صوتك شويه تمام بتتفتح وتتقفل بالشكل ده بهدف ان الدم اللي طالع فوق للقلب ما ينزلش لتحت تاني تمام مع الوقفه الكتير والسمنه والايدج والاوبازيتي اللي هي الوقفه الكتير والعمر تمام يبدا الوريد ده يمتد يوسع فالصمامات دي تبعد عن بعض فالدم اللي كان بيطلع لفوق ده بينزل لتحت مع الدم اللي لسه بيتضخ من القلب يجي يتقابله فين تاني؟ في الوريد فيحصل حاجه اسمها تجمعات دمويه في الوريد هي دي الدوالي. طب انت اشمعنى تحديدا يعني انا فاكره كان في موضوع شخصي او حاجه كده عندك؟ هو اول حاجه كانت انا اصلا كنت عامل جهاز جهاز انقاذ سفن من غرق تمام في الاول خالص ده اللي بدا معايا انا فاكر كان عباره عن شبكيه شفط في السفينه كلها تمام اما يحصل في الجزء ده مثلا سد الشبكيه اللي في المنطقه دي تبدا تشتغل انها تسحب المايه دي وتوديها لاعمق مكان في السفينه وبعد كده موتور الرفع يرميها بره السفينه او يطلعها بره السفينه دي فكره بقت يعني اتبنى عليها فكره المشروع بتاعي ان انا ابدا اسحب الدم التجمعات الدمويه دي بمعنى اصح بعد كده اطلعها بره طلعها بره الجسم اصلا طلعها بره الجسم اصلا فيبدا الصمامات اللي هي كانت واقفه بسبب التجمعات الدمويه دي ترجع تشتغل تاني يعني الجهاز ده بيتوصل يعني ازاي اقول لحضرتك بتشفط ازاي بعد كده ببدا احم بفيتامينز اللي هو المفروض برجع من الشكل اللي هو المتعرج ده اللي هو الشكل الامتداد ارجع له الشكل الطبيعي تاني بتاعه لا بص بقى بس انا عشان عايز افهم دلوقتي انت ازاي بتسحب التجمعات الدمويه دي بره الجسم اقول لحضرتك هقول لحضرتك دي ده كده شكل اللي هو التجمعات الدمويه البقايا اللي موجوده دي هنا تمام اللي هي الخطوط الزرقاء بالظبط ماشي تمام دي بقى مش الخطوط الزرقاء في الوريد اللي هو ده الوريد في تجمعات دمويه اوكي ماشي اول حاجه بعملها ان انا بربط رباط ضغط عند اول فخذ ان انا بقلل ضغط الدم لجنب القلب للصاب بعد كده بالظبط ببدا اسحب التجمعات الدمويه دي حقنه زي حقنه كانيون اوكي تمام لان اخلي التجمعات الدمويه دي تروح عشان الصمامات ترجع تتحرك تاني اوكي بتسحبها بسحبها اقول لحضرتك ازاي في الاخر تمام دلوقتي دي عرض الفيتامينز ان هو بيبدا يحقن فيتامين بهدف ان هو يبدا يرجع شكل الجدار اللي هو البايظ للنورمال بتاعه عشان يروح اللون الازرق ده بالظبط بيبقى عباره عن فيتامين ايه فيتامين اي فيتامين سي تمام بعد كده ببدا احقن ماده اسمها الكولاجين الصمامات دي دلوقتي وسعت تمام ازاي هرجع تاني جات لي فكره من فيتامين اي تمام فيتامين اي ده بيفرز ماده اسمها الكولاجين الكولاجين ده عباره عن ماده جيلاتينيه بتفرز في الجسم اصلا يعني ماده طبيعيه 100% موجوده في بشره الانسان اكيد كانت فكرتي في الاول ان انا احقن الكولاجين ده بهدف ان انا اقفل الوريد فيجي الدم يخش ما يلاقيش مكان يلاقي المسدود فيروح لافف ويروح لوريد تاني حضرتك فاهم قصدي؟ دي كانت الفكره بتاعت الاول بس دي بتمثل نفس فكره الليزر واللي هو حقن ماده كده بتغطي الدم ده او الجدار بتاع الوريد ده فيبقى اكنه راح بس بترجع تاني بس بتبدا ترجع طب انا عندي بدايه دوالي هنا والله من كتر الوقفه مش بعرف لو جربنا الجهاز ده اكيد هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ طيب انا هعمل تجربه هو بيشتغل ازاي؟ انا ممكن اكون تجربه خلاص مش ماشي بس اضمن ان هي تنجح عشان عمري مش بعدها